أعزائي المشاهدين، نرحب فيكم في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن. حلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على أخوانكم رجال الأمن في قطاع الأمن العام، نتعرف على دورهم وطبيعة أعمالهم خاصة في القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء في الاشتراطات الصحية، ونتابع طبعا التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية وبين القطاعات الأخرى في تطبيق هذه الاشتراطات. تابعونا. أعزائي المشاهدين، متواجدين الآن في منطقة حولي، الرافق أخوانكم وأبنائكم رجال الأمن في ضبط أو عملية مراقبة الاشتراطات الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية، ويسعدني يكون ضيف اليوم اللواء عبد الله العلي، مدير عام مديرية أمن حولي. أرحب فيك اللواء عبد الله في برنامج الأمن والمواطن. وأنا أرحب فيك عقيد ناصر، وأرحب بأخواني المشاهدين، ونشكرك على زيارتك لنا بمحافظة حولي. نتشرف فيك اللواء عبد الله. طبعا احنا شفنا يمكن الايام اللي فاتت بعد قرارات مجلس الوزراء في والمنظومه الصحيه في الاشتراطات الصحيه، لما تعرف دوركم كقطاع امن متمثل في مديريه امن حولي في تطبيق الاشتراطات الصحيه وبتعاون مع الجهات الحكوميه. احنا طال عمرك انت تدري عقيد ناصر ان احنا من بدايه كورونا ومن من بدايه الحجر اللي صار على، فلنا تجربة وخبرة كبيرة بهذا الموضوع. إحنا الأمن العام، بالأخص الأمن العام، وإحنا شغلنا الشغل الأساسي والرئيسي هو إسناد إخواننا بالبلدية، وكذلك اللجنة اللي قررتها مجلس الوزراء، اللجنة لمراقبة الاشتراطات مخالفين الاشتراطات الصحية. فإحنا دورنا إسناد لهم، بالإضافة إلى عملنا هم كذلك ضبط المخالفين. يعني إحنا إذا ما نقدر نخالفهم مثل الإخوان بالبلدية، بالبداية نعطيهم إنذار، إذا شفنا الموضوع لا والله ما نفع الإنذار معهم، بالأخص التجمعات. فإحنا دورنا كأمن العام وزارة الداخلية من اختصاص عملنا أن نحيلهم إلى جهات التحقيق، إدارة العامة للتحقيقات، تسجل عليهم قضية جنحة مادة رقم 1 على قانون 4 سنة 2020. فهذه المادة هي تعاقبهم إذا خالفوا الاشتراطات الصحية والصحة الوقائية. نعم، يمكن احنا عارفين يعني محافظة حولي تعتبر من المحافظات الكبيرة والمحافظات اللي تكون فيها المراكز التجارية وفيها الأماكن السكن كانوا الإخوان سكن الخاص أو سكن الاستثماري. نبي نعرف شنو الأماكن اللي هي بالنسبة للأماكن التجارية اللي هي مسموح فيها بعد الساعة 8، والشغلات اللي يعني فيها عليها مثلا مراقبة من صوتكم. والله القرار مجلس الوزراء واضح وصريح، يعني جميع المولات من بعد 8 تتسكر، ما عدا تفتح الأماكن مثل المطاعم هي اللي هي طبعا المطعم ما تقعد داخل المطعم، مجرد أنك تطلب طلب خارجي. بالنسبة حق المولات تسكر، إني حق الأماكن الخارجية اللي هي على الساحل البحري عندنا مثل البلاجات والبدع، فهذه هم بعد كذلك المطاعم بس شغلها إن تبيع طلب، وأما باقي الأنشطة كلها تلغى وتتسكر. نعم، بالنسبة يمكن طبعا كذلك الجمعيات والمراكز الأفرع التمويل. نعم، البقالات وهذه كلها مسموح. نعم، بالنسبة يمكن احنا عارفين نطاق منطقة حولي متواجد فيها مركز التطعيم اللي مشرف، نبي دوركم كرجال أمن قطاع محافظة حولي في ضبط العملية التنظيم اللي موجود هنا. مركز التطعيم اللي في غرب مشرف احنا متعاونين جدا مع الإخوان بوزارة الصحة. طبعا احنا دورنا أمني، النظام داخل المركز من اختصاص وزارة الصحة، بس ما يمنع إذا صار أي مشكلة يستعينون فينا احنا. تواجدنا خلال 24 ساعة على المبنى، بالإضافة التعاون مع أخواننا النجدة والمرور بالنسبة حق الدخول والخروج، بالنسبة حق تنظيم حق الإخوان كبار السن والمعاقين،
فموفرين لهم الاخوان مو مقصرين، الهلال الاحمر، الدفاع المدني، موفرين لهم الويلشير الكراسي وكذلك الى سيارات الجولف مساعده الاخوان الكبار السن. بدايه كان التطعيم بالنسبه حق الاخوان الصفوف الاولى، بعدين الى الاخوان كبار السن، والحين ابتدوا بالمواطنين اعمار مختلفه. نعم، بالنسبه يمكن نفس ما تفضلت بالنسبه لاخواننا في الصفوف الاولى اللي تم تطعيمهم في بدايه الامر، نبي نتعرف اللواء عبد الله بالنسبه لتلقيكم للبلاغات بالنسبه لمثلا بعض المحلات اللي تكون مثلا مبطله بعد الساعه 8، في تعاون وتنسيق بينكم وبين البلديه في هذا الموضوع؟ على طول احنا والبلديه فريق واحد امانه، يعني اخوان البلديه دائما اذا كانوا لهم نيه ان يطلعون منطقه معينه بيسوون حمله على طول يستعينون فينا واحنا نرافقهم اسناد لهم، على اساس اي مقاومه من الاشخاص اللي موجودين المخالفين فاحنا سند لهم. بالاضافه احنا هم بعد احنا كدورنا احنا رجال الامن، اي شخص مخالف على طول هم نبلغ فيه اخواننا البلديه نقول لهم ضبطنا ناس مخالفين نحولهم المخفر، اخوان البلديه يجون المخفر يخالفونهم داخل المخفر. نعم. لو عبد الله راح نطلع وياك الحين جوله ونشوف يعني ونخلي اخواننا المواطنين والمقيمين والمشاهدين يشوفون العمليه الضبط اللي تقومون فيها كاخواننا في الامن العام. قبل لا نروح الجوله، في كلمه اخيره تحب توجهها لاخوانك المواطنين والمقيمين بالنسبه للشرطات الصحيه؟ والله انا اتمنى كل الاخوان سواء المواطنين المقيمين يلتزمون بالاشتراطات الصحيه، خوفا على سلامتهم وحرصا على سلامتهم وخوفنا احنا عليهم، فهذا لازم هو من نفس الانسان بدون اي تعليمات بدون اي رقابه جهه رقابيه سواء البلديه ولا الداخليه، هو لازم من نفسه يدري ان هذا الاختلاط ولا التجمعات ولا مخالفين القرار هذا خطر عليهم هم، فاتمنى الكل يتعاون ويانا ان شاء الله. اتمنى لو عبد الله نروح نشوف. تفضل يلا تفضل. اعزائي المشاهدين ناخذكم معنا بجوله في نتابع شغل اخوانكم رجال الامن في متابعه الاشتراطات الصحيه، خلكم معنا. تفضل. أعزائي المشاهدين متواجدين الآن في مديرية الفروانية ونلتقي مع رئيس قسم الدوريات العقيد زامل الضفيري. رحب فيك العقيد زامل. يا هلا طال عمرك، الله يسلمك. يحييك العقيد زامل. الآن وزارة الداخلية يعني تدعم قرارات مجلس الوزراء والمنظومة الصحية في الاشتراطات الصحية لبعض المحلات أو بعض التجمعات اللي قاعد تصير، نبي دوركم كدوريات أو كعمليات في تطبيق هذه القرارات. والله طال عمرك بخصوص البلاغات والله الحمد عندنا انتشار الدوريات في حال اغلاق المحلات في تمام الساعة 8 مساء يوميا. نعم. وعندنا طال عمرك بعد البلدية كذلك الإدارة العامة للبلدية ويانا بخصوص تسكير المحلات والله الحمد ملتزمة، أكثر المحلات ملتزمة. وانتشار الدوريات على مستوى المحافظة ككل، دوريات الأفراد كذلك الضباط منتشرة. نعم، بالنسبة للعقيد زامل بالنسبة لتوصلكم بلاغات مثلا في تجمعات في مثلا في ناس مخالفة لهذا قانون التجمعات والاشتراطات الصحية، ما دوركم في هذا الموضوع؟ دورنا طال عمرك نتفاعل مع البلاغات، نستلم البلاغات في غرفة العمليات كذلك نبلغ الجهة المختصة سواء كانت المخفر، وفي حال الخروج للبلاغ إفادتنا بخصوص، ولله الحمد البلاغات بخصوص الاشتراطات الصحية قليلة. نعم. يعني الحمد لله أغلب الناس سواء من
الأعراس وحفلات وكذلك المحلات، الجميع ملتزم بقرار مجلس الوزراء بخصوص كوفيد 19 ولله الحمد. نعم، بالنسبة لل يعني احنا دائما نلاحظ يعني شفنا يمكن الأسابيع اللي طافت دور وزارة الداخلية متمثل في جميع القطاعات في مرافقة الجهات الحكومية مثل من بلدية الكويت. هذه الحملات وين قاعد تصير او شلون قاعد تصير؟ في تنظيم بينكم وبينهم؟ نعم طال عمرك، في بيننا تنسيق بين البلدية كذلك وزارة التجارة، اي جهة تحتاج وزارة الداخلية وزارة الداخلية تطلع معاهم بخصوص البلاغات اللي هي اشتراطات الصحية او محلات كذلك غير مغلقة او مخالف قرار مجلس الوزراء، لازم يكون متواجدين معهم. نعم، بالنسبة لل يعني اخواننا اللي قاعد يشاهدونا الان من مواطنين ومقيمين، في حالة يعني شافوا مثلا تجمعات او شافوا مثلا احدى المحلات مخالفة، يقدر يتواصل مع غرفة نعم. العمليات يبلغ ويتوجهون؟ نعم كذلك طال عمرك، توصلنا البلاغات عن طريق عمليات الوزارة 112 وكذلك عن طريق عمليات الامن العام وارة بخصوص البلاغات، ونتفاعل مع البلاغات بكل جدية. نعم. العقيد زامل الظفيري طبعا نشكرك ونشكر اخواني الدوريات على تواجدهم على يعني تطبيقهم لقرارات مجلس الوزراء والمنظومه الصحيه، كل الشكر لك العقيد زامل. العفو طال عمرك. اعزائي المشاهدين، ننتقل الان في جوله ميدانيه مع اخواننا رجال مديريه امن الفروانيه مع اخواننا في بلديه الكويت، نتعرف على طبيعه عملهم وفي تطبيق الاشتراطات الصحيه، تابعونا. أعزائي المشاهدين، متواجدين الآن في جولة ميدانية في منطقة العرضية الحرفية، معنا العميد عبد الله سفاح الملا. نرحب فيك العميد عبد الله. حياكم الله هذه الساعة المباركة. العميد عبد الله، احنا الآن متواجدين معكم في جولة ميدانية لتطبيق الاشتراطات الصحية وقرارات مجلس الوزراء وأخواننا في المنظومة الصحية. أتعرفنا على طبيعة هذه الاشتراطات والجولات اللي تقومون فيها. تنفيذ الاشتراطات الصحية من قبل مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات بالنسبة لإغلاق بعض المحلات، جتنا تعليمات
بطبعا اغلاق بعض المحلات ما عدا اللي تختص فيه المواد الغذائيه من مطاعم. نعم. ومن بقالات وسوبر ماركت. طبعا عموما اللي تبيع المواد الغذائيه فاتحه. طبعا بعد الثمان راح يكون تيك اواي، يعني ما في اشخاص يدخلون يقعدون يقعدون. نعم. بالنسبه حق بعض المحلات اللي مثل تأجير السيارات، المقاهي، بالنسبة حق المصابق وبعض المحلات، هذه تغلق من بعد الساعة 8 نهائيا. المقاهي ما تفتح وفقا للاشتراطات الصحية، ما تفتح طبعا من بداية الحظر اللي حصل من السنة اللي فاتت لغاية الآن. اليوم احنا في أثناء تجوالنا في المنطقة ورصد بعض المحلات اللي تتجاوز، تم ضبط احد المقاهي في العرضيه الحرفيه، طبعا مخالفه وفي عندهم زباين وفي عندهم شيش وهذا، فتم ضبطهم بالتعاون مع البلديه. نعم. ومع اعطاهم تدوين لهم مخالفات واغلاق المقهى. نعم. العميد عبد الله، احنا يمكن شفنا كجهود رجال الامن مع اخوانكم في بلديه الكويت في عمليه الضبطيات، في عمليه الجولات لتنفيذ القرارات. بالنسبه للتجمعات اللي قاعد تصير، يعني في يمكن لاحظنا في تجمعات قاعد تصير وفي بلاغات قاعد توصلكم من قبل العمليات، شنو الدور تقوم فيه ابو احمد؟ طبعا تم ابلاغ عموم القيادات وجميع المخافر مع تسيير دوريات جواله في المناطق السكنيه وفي يعني ضمن محافظة الفروانية. أي تجمع لعدد المركبات أو تجمع دواوين على طول إحنا يعني نروح نبلغ حق نتوجه حق صاحب البيت ونبلغ فض المكان أو يتخالف طبعا وفق الاشتراطات الصحية. طبعا هم معانا متواجدين معانا البلدية، إذا كان شيء يتخالف من يعني على الشخص او على السكن نفسه. نعم. بالنسبه للعميد عبد الله، يعني جهود كبيره يمكن من بدايه ازمه كورونا كقطاع الامن العام متمثل في مسانده اخواننا في المنظومه الصحيه للحفاظ على الاشتراطات الصحيه. نصيحه تحب توجهها العميد عبد الله لاخواننا المشاهدين؟ انا اقول لهم عن يعني ابتعاد عن التجمعات، ارتداء الكمام، كثر ما تقدرون يعني خل كل شخص ياخذ احتياطه، لان هذا وباء ومنتشر، احنا لازم نكافحه باي طريقه، يعني نثق تماما احنا اي شخص يصاب فهو شخص عزيز علينا، يعني سواء كان من داخل القطاع اللي في وزاره الداخليه او يكون شخص يعني مدني. فاحنا نتمنى ان الجميع يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الصحيه وفقا لوزارة الصحة، القرارات اللي قررها مجلس الوزراء، ونتمنى هم ان ربنا ان شاء الله يزيل عنا هذا الوباء باسرع وقت ان شاء الله، والله يحفظ بلدنا ان شاء الله. كل الشكر لك العميد عبد الله سفاح الملا، مدير عام مديريه امن الفروانيه، ويعني شفنا الجهود اليوم بعيننا، ويعني اخواننا المشاهدين شافوا هذه الجهود، فكل الشكر لكم. نتمنى اخواننا المواطنين والمقيمين التقيد بهذه التعليمات والاشتراطات الصحيه اللي تصب في صالحهم في النهايه. كل الشكر لك العميد عبد الله. حياكم الله. حياكم. أعزائي المشاهدين، لازلنا في جولتنا نتابع أخواننا رجال الأمن والجهات الحكومية في تنفيذ القرارات مجلس الوزراء، أخواننا في المنظومة الصحية في الاشتراطات الصحية. نرحب فيك رئيس قسم الإزالات المهندس فهد المويزري في برنامجنا الأمن والمواطن. يا هلا ومسهلا فيكم، نتشرف فيكم وسعداء جدا في اللقاء والتواجد وياكم ويا أخواننا في وزارة الداخلية. نعم. المهندس فهد، يعني احنا يمكن قاعد نشوف الان يعني في جولتنا الميدانيه نشوف تعاون كبير بين اخوانكم في وزاره الداخليه والبلديه، تكلمنا عن هذا التعاون واللي يصب في مصلحه اللي هي عمليه الاشتراطات الصحيه. لا شك ان دور اخواننا في وزاره الداخليه
كبير ودور مساند للجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص إخوانكم في بلدية الكويت، طبعا لفرض هيبة القانون وتمكين موظفين البلدية من اتخاذ إجراءاتهم القانونية. أمانة لم نجد يوم يعني ما طلبنا إسناد أو مساندة من إخواننا وزارة الداخلية إلا كانوا أمامنا يعني للأمانة. نعم مهندس فهد، بالنسبة للتعاون اللي يعني شفناه والجهود تقوم فيها في فريق إزالة المخالفات خاصة اللي في الاشتراطات الصحية، مدى تعاون الناس من المواطنين المقيمين في هذا الموضوع؟ أمانة احنا دورنا اليوم في لجنة تنفيذ الاشتراطات الصحية، فريق اللجنة تنفيذ القرارات اللي صدرت من مجلس الوزراء الموقر. طبعا الجميع يعلم ان القرارات هذه تصب في صالح المواطن، وخصوصا مع ارتفاع حالات الاصابات بفيروس كوفيد 19 كورونا وارتفاع حالات المرضى في العنايه المركزه. صدر قرار من بلديه الكويت بناء على تعليمات السلطه الصحيه ومجلس وزراء مقر بتحديد اوقات العمل للانشطه التجاريه ووقف الانشطه معينه. اليوم مثل ما تشوفون احنا في جولاتنا لتنفيذ القرارات والسلطه الصحيه وقرارات مجلس وزراء، نستعين باخواننا رجال الداخليه مثل ما شفتوا تو حصل عندنا حاله مقهى داهمنا مقهى، واتخذنا اجراءات قانونيه حياله، وايضا بحضور اخواننا مدير الامن العميد عبد الله سفاح الملا واخونا ناصر الله يجزاكم خير واخوان بوزاره الداخليه. طبعا المهندس فهد يعني كل الشكر لكم، يعني احنا لمسناه اليوم من تعاون كبير من تواجدكم من اخواننا في بلديه الكويت خاصه مدينه او محافظه الفروانيه متواجدين في ضبط القرارات اللي هي خاصه في الاشتراطات الصحيه. كل الشكر لكم، كلمه اخيره تحب توجهها لاخوانك المواطنين والمقيمين في هذه الظروف؟ الشكر موصول لكم طبعا، ولا شك ان نثني ونشكر اخواننا المواطنين واصحاب الانشطه التجاريه. امانه احنا نشوف تعاون كبير منهم وتنفيذهم للقرارات، لان يعلمون ان هذه القرارات في حال عدم تطبيقها قد نتجه الى يعني نرجع للمربع الاول، وقد تزيد الاجراءات عندنا، ممكن نلغي الانشطه كلها نسكرها مثل ما كانت في الفتره السابقه. لكن تعاونهم تعاضدنا مع بعض، ان شاء الله نحقق طموح السلطه الصحيه ونحقق الامن الصحي للبلد ان شاء الله، والله يعطيكم العافيه وقواكم الله. شكرا لك المهندس فهد. اعزائي المشاهدين، نتمنى ان شاء الله اخواننا المواطنين والمقيمين الالتزام في الاشتراطات الصحيه التي ما وضعت الا لحمايتهم. نستكمل باقي فقرات برنامجنا، تابعونا. يعطيك العافيه. معاكم ملازم اول حمد علي الوزان ومديريه امن حولي قطاع الامن العام اداره الدوريات والعمليات. احنا دورنا في محافظه حولي التواجد في الاماكن الحيويه المجمعات، ان كان في تجمع او ما شابه ذلك ناس مو مرتدئه كمام، اخذ الاجراءات اللازمه بخصوصهم وحالتهم من الجهات المعنيه، كذلك مساعده باقي القطاعات مثل البلديه في مواجهه المحلات المخالفه او الناس مو مرتديه كمام، ناخذ معاهم الاجراء اللازم لحالتهم من الجهات المعنيه، وهذا دورنا احنا كقطاع الامن العام. احنا دورنا بقطاع الامن العام دوريات جوال على الشريط الساحلي والاماكن الحيويه، اي شخص من الدوريات يشاهد مواطن او وافد مو مرتدي للكمام يتم محاسبته او التنبيه عليه، واخذ جولات داخل المجمعات مثل مجمع المارينا لل 360 المهلب الاماكن اللي حيويه، وناشد اخوان المواطنين تطبيق الغرار مجلس الوزراء، والله يبعد عنا الوباء ان شاء الله.
والله يعني جانا أمن الكويت مالها.